السلام عليكم ورحمة الله، متابعينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. أولا نعتذر منكم على الصوت علشان البرد والإنفلونزا والزكام، لو الصوت مش واضح دعواتكم لنا بالشفاء. النهاردة وأنا ماشي في طريقي في العاصمة شفت من بعيد أعلام الدول العربية، حبيت أروح أشوف علم مصر، توحشت علم بلادي. لما قربت لفت نظري مشهد لنصب تذكاري مهيب، حبيت أعرف تفاصيل أكتر عن النصب التذكاري. لما وصلت للنصب عرفت ان دول شهداء الجزائر الاربعة، حسيبة بن بوعلي، علي عماري، عمر ياسف، محمود بحميدي. المشهد كان مهيب ورائع، اعلام كل الدول العربية وعلم مصر وعلم الجزائر والنصب التذكاري للشهداء. من روعة المشهد كتبت الكلام اللي هسمعه لحضراتكم دلوقتي، أتمنى إنه ينال إعجاب متابعينا خاصة في الجزائر لأن رأيكم يهمنا. يلا نبدأ. لكل واحد علم، لكل واحد علم، وأنا عندي من البلاد علمين، علم جوه القلب والتاني جوه العين. يا رب احمي بلادنا، يا رب احمي بلادنا واكفيها شر العين، وأرض الشهداء، وأرض الشهداء ديما في عز مرفوعة راياتها ليوم الدين. واحمي شرطتها وجيشها عيونها الساهرة وقت ما يكون الناس نايمين. وعليك بكل العدا، وعليك بكل العدا، لا تشمت فينا حساد ولا كارهين. آمين يا رب العالمين. متابعينا الكرام نشكركم على متابعتكم، وإلى أن نلقاكم مجددا دمتم في أمان الله.